طيب شباب، قبل ما اخش المقطع بصل المايك كان فيه خلل شوية، فانا ما اكتشفت الحاجة دي اللي في المونتاج، فان شاء الله اخر مرة، وان شاء الله الفيديو الجاي هحل المشكلة. وبس اخليكم مع المقطع، استمتعوا. Yo, what's good YouTube? It's the boy Lokman and we're back again in another new video. So, أول حاجة قبل ما نخش المقطع نصلي النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ونذكر الله لا بذكر الله تطمئن قلوب شباب دعواتكم لأخواننا في فلسطين أخواننا في السودان ربنا يفرج همهم ربنا ينصرهم غريبا على القوم الظالمين ربنا يرحم كل الشهداء المسلمين يا رب اللهم آمين. طيب فيديو الليلة هنعمل رياكت على السين الأمريكي أوكي عندنا هنا يعني طيب فيديو الليلة هنعمل رياكت على شنو؟ لرابر اسمه يانجن ايس اوكي التراك اسمه جيم اوفر تمام فالتراك هو شنو هو ديس تراك طيب اقول لكم القصه يانجن ايس عنده مشكله مع رابر تاني اسمه جوليو فوليو ولا جوليو هوليو اوكي فالرابر التاني الجماعه حقت يانجن ايس قتلوه قبل 5 ايام ولا 6 ايام كده فاليوم اللي هو مات فيه يانجن ايس نزل تراك نفس اليوم اللي هو مات فيه تقريبا بعد ساعة ولا ساعتين الزول اللي لسه ما دخل القبر اوكي نزل تراك تراك نزل فيديو كليب كل حاجة اوكي فالتراك كان عامل ضجة في اول ما اعرف كم ساعة جاب فوق 1 مليون مشاهدة فده شي واز كريزي وتاني نزل تراك بتاني اهو التراك قدامكم التراك نزل قبلكم يوم 28 الليلة يوم 30 قبل يومين يعني اوكي ف يا عند يوليو فوليو شايفينه هو بالجنب هنا ده هو المات تمام ف يا زي ما شايفين ارقام خيالية 3 مليون مشاهدة في يومين السان ماشي السان فرحان ده اكتر زول حرفيا فرحان بسبب الزول التاني مات عشان ده كان اكبر عدو ليه فخلاص اتخلص منه فحاسس هو فرحان فزي ما شايفين ماسك القزازة اللي هي حق عصير التفاح والتفاح مني يعني يا اسمها شنو دان هوليو هنا قاصد بيها شنو جوليو هوليو شنو ورا سي فهي ما هنطول كتير في المقدمة خلينا نلبس سماعتي ونخش نسمع الديستراك ده فيه شنو تمام فا يا ليتس جو مان تيهم ذيس شي جون بي كريزي ليتس جو يانجن ايس جيم اوفر او ماي جاد هي سيبين فروم دون هوليو تايم برا جيم اوفر مان Oh no, oh no, oh no, he put it in his head. Oh no, man. Damn. Let's go. Ooh, your beat. See me talking like I smoke dead people. Oh my God. I smoke six. ما هو سموك 6 نا براو اي سموك 6 اي سموك 6 يعني انا 6 نفر فاهم داني بابا 6 نفر يعني ورا زي فتقريبا جوليو ده هو رقم 6 فيا دقي انا خدت الترجمه عربي ده ف وين الترجمه يلا اذكر Wait, this beat is crazy. Asma. 5 in the morning, I got a call. What is this? It's like 5 in the morning, I got call. What is this, man? يعني 5 الصباح كنت قاعد كده جاني كول قالوا كنت تشمي يا مان Oh my god, قال لك that in the floor leg down on the floor that on the Mr. Six يعني هو قصد به جوليو قال لك I'm steady screaming
one I'm dead, three I hit. I got like four in the car. One dead, three gahi. يعني واحد تكل ثلاثة جاهم يصابوا كده. تيم. Like I told them niggas they don't war with this shit. Like I told them I'm going to step hard around this shit. يعني انا اوكي هاخد طاقتي كلها في الحاجه دي اللي انا قاعد اسويها اللي هو قلت الله is all they know. Damn, bro. Why in shield missing with this shop, bro? God damn. Like I told them niggas, don't play with me. No, I'm not telling my bro. I'm not telling my. God damn. I told them niggas, watch what they saying to me. Nigga, I kill for shit like this. Nigga, I live for shit like this. Nigga, I live for shit like this. Who yes, smoking people. That grave and took a picture. They got hit. Oh yeah. قال لك كل الناس اللي مشوا للجريف حق اخوانه اللي ماتوا. طبعا دقيقة جوليو فوليو هو قتل ما اعرف كم نفر من جماعة الزول ده, وفي واحد منهم اخوه ذاته مات منهم. فجوليو كان نزل ديستراك, يعني اكتر ديستراك فيه ديسريسبكت. تمام, جاب الصورة حق اخوانه ميتين طبعها ومشى المقبرة حقتهم وصور الديس في المقبرة حقتهم فوق 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 قبورهم براو, فاهم؟ فهنا قال لك شنو, اي زول كان في المغابر اخذ صوره مع اخواني الماتوا يلقى حلمه برضو, فاهم؟ Oh my god, the leg they screaming RIP, I say fuck him. Oh my god, man, god damn, bro. Hey, this shit was personal, I swear to god. Time bust him, they saying rest in peace to him, I'm screaming fuck him. Tell our ops to come outside and slap a six. It ain't a word that y'all can't run, you boys can't hide from this. Yeah, bro. الديسات في أمريكا ما زي ديساتنا حق السودان, حليم وصولجا وتودوب وشوية ناس كده, فاهم؟ ده الثاني في تراك, أنا أدس في تراك تاني وحاجة كده. نار بو, هنا في أمريكا عندك مشكلة مع رابر تاني, بو أنت في خطر. أول حاجة لازم تمشي أنت مسلح, عشان ممكن في أي لحظة أنت ممكن تموت. يجي زول هناك عنده, فاهمني؟ فأي زول بيحاول إنه شنو؟ يحمي نفسه. فلكن أنت ما بتكون متوقع إنه الليلة أنا مثلا حاموت. زي جوليو حرفيا ماشي احتفل بعيد ميلاده 26, والغبي خدت اللوكيشن حقه في المكان اللي هو قاعد فيه. ده أكبر حاجة غلط أنت ممكن تسويها لو أنت قاعد, إنك تخط اللوكيشن حقك إنه أنت وين قاعد. برو ما مفروض تسوي الحاجة دي, فهو سوى الحاجة دي. He got killed, man.
and knock his face, now pick him up. Seven knock his face, now pick him up, bro. Damn. Like, I don't know the fuck who think he fooling the voodoo can get him up. اللي هو جوليو كان قبل فترة عدو طلقة في كراو في رجله، تمام؟ فكان قاعد في المستشفى وعمل انترفيو، قال حبيبتي بتسوي سحر البودو وما عارف شنو، فعشان كده شنو انا ما متفاهم. فهنا قال له شنو؟ قال لك انت فاكر نفسك قاعد تستقبله منه، تمام؟ فالفودو ما هيجيبك راجل تاني، فاهمني؟ ف يا برو ذيس شيت از كريزي. I don't know who the fuck he fooling. Buddha can give him up. I don't know who the fuck he fooling. Buddha can give him up. God damn. Oh. Like, I know how I shoot, man. For him, it's got one in that thing I hate. I told them niggas they don't want no war with this shit. No war with this shit, no. I told them niggas go and step hard around this bitch. Hard around this bitch, oh. I told them niggas they don't want no war with this shit. ATK ده الجينج اللي هو قاعد فيه، وهو الراس حق الجينج حقهم اللي اسمه ATK. ده stand for work. Aim to kill. Him that aim to kill, bro. Told them niggas go and step hard around this bitch. Step hard around this bitch, nigga. Yeah. Salam, bro. Salam, man. Fuck. Niggas all day. These niggas don't want to go to war with me, man. Like, niggas, they don't want to go to war with me, man. This shit, bro. These niggas don't want to go to war with me. Ooh. Fucking glass. Hit the fucking road. Yeah. Yeah. Let's hit the fucking road, man. Oh my god, this shit was crazy, man. The beat is fire. God damn it. Hey, young in age, bro. Dr. Zor Farhan bemo Julio Fulio. Okay, فأنا ما أعرف هنا البيف انتهى خلاص ولا في زول من الناس جوليو فوليو هيجي ينزل ديس عليه ولا شنو، ما معروف. لكن إن شاء الله لو في أي حاجة حصلت أنا حاجي شنو؟ حاجة أسوي عليه رياكت. لو عايزين أسوي رياكت على الديس الأول اللي هو نزله، هو اللي أنتم شايفينه ده، يمكن إيز اسمه دويت. فإيه عرفونا تحت في الكومنتات وهنجي نعمل رياكت عليه. وكل زول بيكتب لي أعمل رياكت للزول ده للزول ده كأي جي. اوكي انا خدت في راسي لحسي، و في ناس تاني قالوا لي. ان شاء الله بشيك الكومنتات وان شاء الله بنزل لكم في اسرع وقت، تمام؟ ويا كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اذا عجبكم المقطع ما تنسوا لايك والسبسكرايب والشير، بتمنى انكم استمتعتوا. ويا اشوفكم المقطع الجاي ان شاء الله. And yeah, peace out guys. I wake up in the morning, got a hole in it.